واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية. يشارك في التدريب وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. واصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه وحدة من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات، من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين. وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة التدريب على أعمال الاستطلاع واحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة. وظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية. كما قامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، كذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء، وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية، والتي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين. فيما نفذت قوات المظلات تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية. ولمجابهة حروب الجيل الخامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية، ومنها محاضرة عن الأمن السيبراني، والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأساليب للتصدي لها. يهدف التدريب تبوك 5 إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والتنفيذ، فضلا عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية.